كذلك عفوا الفريقان يدخلان أرضية الملعب. كيلة ديال النادي المكناسي حراسة المرمى قاموم اسماعيل، في الدفاع تلقاو شهيد والي الغفور كريمان عبد الله هو المدرب المنصوري. انه هو الترتيب ديال النادي المكناسي فهو في المرتبة الثالثة، في المرتبة الأولى نجد الكوكب المراكشي. والحكم يعلن عن بداية المباراة. إذن الكرة سيرا عند لا زال الفريق الزائر محتفظ بالكرة. الحارس خرج من المرمى عاود رجع للشباك ديالو. إذن الدقيقة الأولى صفر مقابل صفر بين الفريقين. إذن الكرة وسط الميدان فضلوا يرجعوا إلى الوراء لاستمالة لاعبي المنصورية. كرة عند اللاعب رقم ثلاثة شاهد والد وترجع لعند حمودي وبالعروسي. إذن هذا هجوم ديال فريق النادي المكناسي جميلة، ربما ضربة خطأ أو شروط لأنه تم وقع الآن ما كاين لا كرة. الكرة غادي تمشي اتجاه شهيد الوالد تنقطع من حمودي امين. حمودي امين كيدخل ناحية الشباك ضائعة تهدر. اول تهديد حقيقي لفائدة فريق النادي المكناسي، لكن تضيع الفرصة الثانية في أقل من دقيقة، تضيع فرصة لفائدة فريق النادي المكناسي. لا كان غالية عالية سي غونازو يحبس الكرة ديالو، ربما أفضل لأن كان اللاعب رقم 9 كان جنبه، يعني كرة عشوائية في هذه اللحظات اللي كنلاحظوا. داخل موقع العملية تنقل القطعة من جانب المنصورية. كرة عند اللاعب 18 الياس هو ضربة حرة للنادي المنصورية. المكناسي اللي ديما كيهجن كرة مقطعة من جانب النادي المكناسي. مهدي في العروسي كيحاول يبعد الكرة. حمودي أمين وضرب حظا لفائدة النادي المكناسي. طراوري وبونازو كيحاولوا يلعبوا الثنائية. هناك إصابة أمين حمودي. وتسلل هذه كانت خطيرة في الدقيقة 26. أول هجمة خطيرة لفائدة المنصورية. هناك إصابة أحد اللاعبين المنصورية. النادي المكناسي أو الفريق المعيار.
الكرة عند حمودي، حمودي البلعوسي. الكرة في الميزة إلى ينسى عن الامتناسي في علي الحركة الامتناسي الحكم كيقول شارد، الحكم كي الحكم الشرط هنا من الجهه اليمنى كيقول تسلل احد لاعبي فريق النادي المكناسي. اذا الدقيقه 28 تسلل لاحد لاعبي فريق النادي المكناسي، وهذا ما ترى الحارس عفوا الحكم التماس. الكره تضيع غير تفاهم، يعني غونازو مع التراوري ما تفاهموش. تمريضه قصيره كي وصلوا الكره لموقع العمليه. الكره عند كيزان عبد الغفور، قطعه قطعه المنصوريه. بعيدة بعيدة تسقط الكرة عند شهيد وليد. ويلا اتجاه تراوري الدورة السادسة من قسم الهواد. وضرب حرة لصالح النادي المكناسي. 8 انه تكون الاصابه طفيفه لا بالنسبه للحارس المرمى ديال الجمعيه المنصوريه ولا بالنسبه للعميد الفريق مهدي بن العروسي اللي هو الركيزه الاساسيه بالنسبه لفريق النادي المكناسي. حتى لانه تقريبا مجموعه من المحاولات ولا هدف كهذه مثلا، ولكن الحكم كيقول شروط. إذن اللاعب المكناسي كان في وضعية تسلل، إذن خص قراءة الكرة قبل الانطلاق. يعني هذه المسائل اللي هي خص صراحة أنه يتنبهوا لها اللاعبين، لأن كتضيع الفرص وكيضيع الوقت على فريق النادي المكناسي في مثل هذه الكرات. دائما الكرة عند فريق المنصورية. الحارس كيعطي تمريرة طويلة ولكن الكرة مقطوعة بعيدة النادي المكناسي. ولكن القذفة كتصطدم بالدفاع. الكرة عند شهيد وليد، جميلة رأسية ولكن بدون اتجاه. دائما عند فريق المنصورية الكرة مقطوعة. ضربة مقص ضائعة. جميلة وليد شهيد كيخرج وتجد، ولكن ما كاينش مكمل العمليات. بعيد بعيد. يعني محاولات كما كنقول ان فريق النادي المكناسي ضغط ضغط بما اوتي من قوة في الدقيقة 39 الان، كما لاحظتم ضغط كبير لفائدة فريق النادي المكناسي، لكنه لا يستغل الفرص او كيف تؤكل الكتف. 41 دقيقة صفر لمثله. الكرة عند كريستيان حمودي. ولحد الساعة فريق النادي المكناسي لم يستطع فك الشفرة التي يعني دائما ينهجها فريق المنصورية في جميع المباريات صراحة التي جمعتنا مع هذا الفريق الشاب. فريق نتمنى انه يحسن من الاداء ديالو في ما بقي من المباراة. يعني فريق كهذا يعني ربما لا تتمنوا ان يكون كذلك في قسم الهوات، وهذا كذلك بالنسبه لفريق النادي المكناسي. هذا هجوم من الجهه اليسرى ومقطوعه الان تعود لفريق النادي المكناسي. تسلل لفائده المنصوريه. الحكم كيضيف ثلاث دقائق بدل الضائع. اذا باقي لنا اربع دقائق الان ويعلن الحكم عن نهايه الجوله الاولى. دائما صفر مقابل صفر بين الفريقين، فريق النادي المكناسي اللي كيستضيف بالملعب الشرفي فريق المنصوريه، فريق اللي هو كبير، فريق اللي هو صراحه
يعني من الصعب ان تهزم فريق المنصوريه ولو في يعني خارج الديار. ديتي الشغب وكانت الحلقه التي يمكن مشاهدتها قدفها، ولكن الحكم كان هذا الفضاء يكون مؤتتا من طرف يعني المشجعين. نامل ان شاء الله ان تكون عوده وعوده اخيره لمؤازره الفريق النادي المكناسي. اذا قطع ورقتك وشجع فرقتك، هذا هو الشعار الذي يمكن ان ننادي به في باقي المباريات. اذا سوف يعلن الحكم عن نهاية الجولة الأولى، صفر مقابل صفر بين الفريقين، الدورة السادسة من قسم الهوات. إذن ربما ستكون آخر وضائعة. اسمها الماء. إذن نهاية الجولة الأولى، موعدنا عند بداية الشوط الثاني. إذن حياكم الله مشاهدنا الكرام عبر موقع فاس نيوز ميديا، وهذا أحمد بلبول يحييكم. من طبيعة الحال عشنا جو رياضي، يعني كنا نأمل أن تكون مجموعة من الأهداف سواء لفريق النادي المكناسي أو المنصورية، لكن شاءت الأقدار أن تنتهي الجولة الأولى بالتعادل. قد يرى على أنها منصفة للفريقين، وقد يرى البعض أنها غير ذلك، إلا أنه في قراءة للجولة الأولى بعد أن دخل الفريقان بتشكيلتهم التي قمنا بتقديمها عند بداية الجولة الأولى، كانت الدقيقة الثالثة والرابعة تحمل خطورة لفريق النادي المكناسي، لكن أخطر محاولة للمنصورية كانت في الدقيقة 26، وكاد أن يكون الهدف لفائدة الفريق الزائر. في الدقيقة 28 كان هناك هدف، ولكن تسلل ربما سوف تتابعونه، لن أقول أنا تسلل، ولكن الحكم هو الذي قال ذلك. لنرجع إلى التسجيل. على كل حال نهاية المباراة قد يرى قلت أنها منطقية، علما على أن الفريق المنصورية يشكل عطرة لفائدة فريق النادي المكناسي. هل يستطيع الحسين أوشلا فك هذه الشفرة؟ ذلك ما سنتابعه من خلال الجولة الثانية. ألقاكم في رعاية الله، إلى اللقاء.